متتبعي ومتتبعات قناة بروف 25، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نواصل معكم سلسلة تمارين درس دراسة الدول العددية، ومع التمرين رقم 8 لتكن f الدالة العددية المعرفة بما يلي: f لx تساوي الجذر ديال 2x ناقص 1 ناقص x. إذا حدد دي مجموعة تعريف الدالة، ثم احسب الليميت ديال f بلس انفيني، ثم ادرس الفروع اللانهائية لمنحنى الدالة f. إذا غادي نحددو مجموعة التعريف. إذا دي ديال f x كتنتمي ل r، الجذر ديال جوج اكس ناقص واحد ناقص اكس. اذا ما عندناش مقام، عندنا جذر، اذا ما بداخل الجذر سيكون اكبر او تساوي صفر. اذا عندنا متراجحه لدينا، اذا اي كندي الواحد للطرف الثاني غيولي جوج اكس كبر من واحد، اذا اكس كبر من واحد على جوج. x كبر من واحد على جوج، أي أن الديد اف كيساوي لنا واحد على جوج زائد لا نهاية. السؤال الموالي: احسب الليميت ديال اف عندما تؤول x إلى زائد لا نهاية. إذا الليميت ديال اف ديال x زائد لا نهاية كيساوي لنا الليميت ديال جذر جوج x ناقص واحد ناقص x زائد لا نهاية. إذا هنا غادي ندير التعويض المباشر. إذا بالنسبة للجذر، فالجذر ديال بلس لانفيني، إلا عوضنا x هنا يجينا جوج بلس لانفيني بلس لانفيني، إذا جوج، إذا الجذر ديال بلس لانفيني بلس لانفيني ناقص موال لانفيني، إذا بلس لانفيني موال لانفيني يعني شكل غير محدد. إذا هنا خصني نستعمل التعميل أو المرافق. إذا هنا غادي نديرو التعميل. إذا غنعملو داخل الجذر بإكس كاري ماشي بإكس، لأن باش يمكن إكس تخرج تكون إكس كاري، باش كلي من بعد نعمل هاد إكس هادي، باش كندير واحد العامل مشترك ما بين الحد الأول والحد الثاني. إذا إلا عملنا بإكس كاري غيبقى لي هنا جوج إكس على إكس كاري ناقص واحد على إكس كاري، داكشي اللي عملنا به تنقسمو عليه. اذا الليميت هاد اكس كاري نخرجها من الجذر، اذا تولي القيمه المطلقه، ومادام اكس عدد موجب اذا كنحيد القيمه المطلقه لان اكس تؤول الى زائد لا نهايه. اذا عندنا جوج اكس على اكس كاري كنختزلو باكس كتبقى لي جوج على اكس ناقص واحد على اكس كاري ناقص إكس. إذا عندنا عامل مشترك اللي هو إكس كنعمل به. إذا كيبقى لنا في الحد الأول جوج على إكس ناقص واحد على إكس كاري، وفي الحد الثاني كتبقى واحد. دابا راه يمكن لي ندير التعويض. إذا عندنا إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، جوج على إكس يعني جوج على الإنفيني كتمشي للزيرو، ناقص واحد على الإنفيني للزيرو، إذا هادشي كامل غادي يؤول للزيرو، يبقى لي ناقص واحد، إذا ناقص واحد زائد لا نهاية اللي هو ناقص لا نهاية. ندير لأن ليميت ديال جوج على إكس كتساوي ليميت ديال ناقص واحد على اكس كاري كتساوي زيرو. اذا لقينا ليميت ديال اف لي اكس في بلس انفيني كتساوي لنا موان لانفين. الان دابا السؤال الموالي. اذا دابا غادي ندرسو الفرع اللانهائي. اذا شنو لقينا؟ حنا لقينا لدينا ليميت ديال اف دو اكس بلس انفيني هي موان لانفيني. اذا ملي كنلقى هاد النتيجه، فلدراسه الفرع الشجامي خصني نحسب اف لي اكس على اكس، ليميت ديال اف لي اكس على اكس. اذا ليميت ديال اف لي اكس على
اكس. اذا هي الليميت ديال الجذر جوج اكس ناقص واحد ناقص اكس على اكس، اذا بلس لانفين. اذا الليميت حنا سبق لنا باش عملنا، غادي نستغلو داك التعميل ديال النتيجة السابقة، هاد التعميل هذا وغادي نستعملو هنا باش بلا ما نضربو تماما. إذا كنا عملنا بإكس بقات لي الداخل جوج على إكس ناقص واحد على إكس كاري ناقص إكس على إكس. إذا ليميت غادي نعمل الفوق بإكس، يبقى الجذر ديال جوج على إكس ناقص واحد على إكس كاري ناقص واحد على إكس. إذا كنختزلو بإكس في البسط وفي المقام، يبقى الليميت ديال الجذر جوج على إكس ناقص واحد على إكس كاري ناقص واحد. دابا إلا عوضنا جوج على الإنفيني صفر ناقص واحد على الإنفيني صفر، إذا كيبقى لنا ناقص واحد. إذا شنو لقينا؟ لقينا ليميت ديال اف دو اكس على اكس كتساوي ناقص واحد، يعني لقينا ا كتساوي ناقص واحد. إذا خصني نزيد نكمل ونحسب ليميت ديال اف لي اكس ناقص ا اكس. إذا ليميت ديال اف لي اكس ناقص ا اكس، إذا ا لقينا هي ناقص واحد، إذا ناقص واحد اكس هي اكس. تساوي ماذا؟ ليميت ديال اف لي اكس زائد اكس. اذا نعوضو ليميت ديال الجذر جوج اكس ناقص واحد زائد اكس ناقص اكس. اذا اكس مشات مع ناقص اكس، بقات لينا ليميت ديال الجذر جوج اكس ناقص واحد، إذن النهاية هي زائد لا نهاية. إذن شنو لقينا؟ لقينا بأن الليميت ديال اف لي اكس ناقص ا اكس، يعني ناقص ناقص اللي هي زائد اكس، كتساوينا زائد لا نهاية. إذن شنو هو التأويل الهندسي؟ التأويل الهندسي، إذن في هذه الحالة كنقول بأن السائف يقبل فرعا شجميا في اتجاه المستقيم y كتساوي لنا ax، يعني y كتساوي لنا ناقص x بجوار زائد لا نهاية.